هذا وشاركت سعادة السيدة هالة رمزي فايز عضو مجلس الشورى النائب الأول لرئيس مجموعة العمل البرلمانية رفيعة المستوى للعلوم والتكنولوجيا التابعة للبرلمان العربي، شاركت في افتتاح المقر الدائم للمجموعة بالعاصمة الأردنية عمان بحضور عادل العسومي رئيس البرلمان العربي، وذلك لمناقشة الخطة الاستراتيجية للمجموعة. وللحديث أكثر حول هذا الموضوع تنضم إلينا عبر الهاتف سعادة السيدة هالة رمزي فايز. مساء الخير سيدة هالة، وأهلا بك في نشرة أخبار الثالثة. هل لك أن تحدثينا عن أهداف المجموعة وما هي أبرز الأمور التي تمت مناقشتها خلال هذا الاجتماع الذي عقد في العاصمة الأردنية عمان؟ مساكم الله بالخير وشكرا على الاستضافة. وطبعا تهدف مجموعة العمل البرلمانية رفيعة المستوى للعلوم والتكنولوجيا التابعة للبرلمان العربي لتحقيق مزيد من العمل العربي المشترك على الصعيد التشريعي لتقدم علوم التكنولوجيا والابتكار، وأيضا تحقيق المزيد من التغيير الإيجابي في المنطقة وسد الفجوات الرقمية فيها. وطبعا تراعي المجموعة في عملها الخصوصية العربية من حيث تفاوتها في امتلاك التكنولوجيا وإتهام المواطنين في الابتكار بحسب طبعا الإمكانيات التعليمية في إطار احترام الدساتير والقوانين والثقافة لكل دولة على حسب تطور النظام الوطني في مجال العلوم والتكنولوجيا فيها، سواء كان في طور النشوء أو النضوج أو طور النظام المكتمل. وقد ناقشنا في الاجتماع أمس واليوم الإطار الزمني للخطة الاستراتيجية وأولوياتها ومرتكزاتها وأهدافها، نعم. فضلا عن المبادئ التوجيهية في وضع الاستراتيجية والإمكانيات والفرص، وأيضا الخريطة العامة للعمليات المنهجية وكذلك مؤشرات الأداء للخطة. نعم سيدة هالة، كيف ستسهم هذه الخطة الاستراتيجية لمجموعة العمل البرلمانية للعلوم والتكنولوجيا في تطوير عمل البرلمانات العربية؟ طبعا تسعى المجموعة من خلال الخطة الاستراتيجية إلى تعزيز إدراج قضايا التكنولوجيا والابتكار ضمن خطط أعمال اللجان البرلمانية العربية للتصدي للتحديات الإنمائية في الدول العربية. وأيضا سيتم تقديم الخطط العملية حيال كيفية تمكين البرلمانات والبرلمانيين بالدول العربية من أداء أدوارهم العلمية والتعامل مع مشاريع المنظمات الدولية والإقليمية والمشروعات التي تهم قضايا التكنولوجيا وفق رؤية موحدة للعمل العربي المشترك. وكذلك ستوفر الخطة الاستراتيجية أيضا الأدوات العملية للبرلمانات والبرلمانيين في الدول العربية الناظمة لتعزيز انخراط المجالس التشريعية في مواكبة التطورات العلمية والبحثية والتكنولوجية وقضايا تعزيز ثقافة الابتكار. نعم سعادة السيدة هالة رمزي فايز عضو مجلس الشورى النائب الأول لرئيس مجموعة العمل البرلمانية رفيعة المستوى للعلوم والتكنولوجيا التابعة للبرلمان العربي، شكرا جزيلا لك.